السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة فسأل أو خير. طبعا الناس مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، أتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة للناس اللي كيسولوني، الناس كيقولوا لي علاش الخدمة، كيبان لنا الخدمة كتخدم خدمة زوينة، كتخدم طرسان، حنا عندنا الماكينة في الدار ما كتخدم ليناش. بالنسبة للعيالات اللي ما كتخدم ليش الماكينة في العيالات، كيسولوني كيفاش كتخدم، وشنو هو المشكل، علاش ما كتخدم اللي منش. حنايا كتشوف خياطه كيخدموا، هي كيكونوا كيخدموا ما كتبغيش تخدم ليهم وداكشي. بغيت نعرف، بغيت نشرح لكم كيفاش. اول مره، اول حاجه كتكون الماكينه، عندنا ماكينه في الدار ولكن ما كتخدم ليناش الطرسان، ما كتخدم ليناش الخور، كتقطع لينا السبيب الخيط. كنقول لك علاش ما كتخدم ليناش الماكينه، علاش ما كدير ليناش، شنو هو المشكل. اول مره، اول حاجه كنصح الناس المبتدئين اللي يبداو يخدموا على هذه الماكينه في الدار وبغين يتعلموا شي ديال الطرسان وداكشي، اول نصيحه كنصحهم اولا بالماكينه، والماكينه تكون مريقله، يعني الرجلاج هو اهم حاجه في الماكينه الا بغيتي تخدم لك مزيان. ثاني حاجه، كاين المواكن كيشريوهم جداد كيكونوا كيخدموا بهم، بالنسبه للخيط كيخدموا بالخيط من الفوق، هنا كنخدموا بالسبيب. بالنسبه للسبيب الماكينه خصها تريقل على السبيب، كاين سبيب ابيض كاين سبيب كحل، هادو هما السبيب اللي كنخدموا بهم حنايا، يعني كنريقلوا الماكينه على قبل السبيب باش ما كيتقطعش السبيب، باش ما يدوز مزيان، ما يبقاش يهبط من التحت، ما يطلعلكش في الخياطه. المهم كدريقل مزيان. اول مره كما قلنا، اول حاجه هي الريقلاج الماكينه، لا بد تكون الماكينه مريقله مزيان. كما كانت الماكينه مريقله مزيان، كما كتساعد تساعد على اللي كيتعلم، كتساعدو يتعلم، كتعاونو كما كنقولو، الماكينه كتعاونو. اما الا ما يقلاش مزيان، الا ما كتمريقلاش مزيان، الا ما يمكنش تعاونو باش يتعلم، هذه اهم حاجه. المهم كما قلنا، اهم حاجه الماكينه. ثاني حاجه الريقلاج، ضروري تكون مريقله مزيان وكل كتخدم مزيان. ثالث حاجه، كاين الناس كيقول لك لا راه عندنا ماكينه مريقله وما خدامناش مزيان وما كتخدم ليناش وما كدير ليناش، وهي راه مريقله مزيان، مثلا حنا نديرو مريقله. ثالث حاجه، خاصك يكون عندك الصباط، هذا هو المهم ديال الطرسان. كما كتشوفوا معي، ماشي بحال اي صباط كيتباع كنمشيو كناخذوه كنشريوه كيخدم لينا الطرسان والكابلي ويخدم لينا داكشي، لا، هادو كيتخدموا كيتصاوبوا، ملي كيتصاوبوا هادو كيكونوا هما اللي كيخدموا طرسان مزيان. هادو واحد 90% كيعاونوك من بعد الريقلاج ديال الماكينه، والماكينه مريقله مزيان، هذا تا هو كيعاونك بواحد 90% باش تخدمي طرسان مزيان. هذه اهم حاجه، كما قلنا اهم حاجه ماكينه، ثاني حاجه الريقلاج ديال الماكينه، ثالث حاجه يكون عندك السبيب ما كيهبط ما كيطلع لتحت، ثالث حاجه هو الصباط. يعني بالنسبه للصباط ديال الماكينه، ماشي اي صباط كما تشوفوا، راه كاين عندي صبابط بزاف، يعني كاين صبابط عاديين بالنسبه بحال ما هذا عادي. تجي تقول لي انا عندي صباط ها هو عادي يخدم لي الطرسان ويخدم لي، لا، كنقول لكم انا هذا هو اللي كيخدم الطرسان، هو اللي كيخدم الكابلي. بالنسبه للاخر اللي بغى تعلم، هذا اللي كيعاونك في التعليم، هادو عاديين، هاد العاديين هادو ما كيخدموش مزيان، هادو مازال تحتاجو معاه في المونتاج ولا شي حاجه، هما اللي تقدر تحتاجوهم فيه بحال ما هادو في المونتاج يخدموا لك وداكشي. اما بالنسبه اللي كيخدموا الطرسان ويخدموا لاخر كما كتشوفوا معايا، هما هادو، ها واحد، ها هما هادو، هادو اللي كيكونوا، هادو اللي كيخدموا مزيان الطرسان وكيعاونوك في التعليم. هذا هو اهم حاجه ان شاء الله. كما تابعوا هذه القناه، مرحبا بكم في هذه القناه، تحياتي للناس اللي بغات تعلم تعلم، تقول لنا الله يرحم الوالدين تعلم اخر. باقي نعطيكم ان شاء الله دروس كيفاش ندوزوا اول مره الخدمه الكابلي، كيفاش نخدموا في الطرسان بحال ما الطرسان هذا، كيفاش الطريقه ديال الخدمه، كيفاش نخدموا بالطرسان ويجينا الخدمه ما كيبانش فيها السبيب، ما يجيش فيها من الفوق وداكشي. هذا هو اهم حاجه ان شاء الله، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذا اول درس ان شاء الله ديال التعليم. من بعد ان شاء الله نواكب معكم، نوريكم كيفاش طريقه كيفاش ديال الخدمه، كيفاش تعلموا. المهم ما تنساوش، اول حاجه هي الماكينه، ثاني حاجه ضروري الريقلاج ديال الماكينه تكون مريقله مزيان باش كتعاونكم
ثالث حاجة تكون كتخدم بالسبيب، ما تخدموش بالترسان، ما تخدموش بالخيط، تخدموا بالسبيب باش كيسهل عليكم الامور وما كيبانش في الترسان من الفوق، ما كيجيش في الخياطة فيها العيب. ثالث حاجة هو الصباط، اهم حاجة هو الصباط، اللي ما عندها الصباط تقلب على الصباط اللي كيخدم الترسان، هو الوحيد اللي يفيدها في التعليم باش تعاوني باش ما تغلبكش الماكينة، باش ملي كتكوني تعلمي ما تقنطكش الماكينة باش تعصبك وتنوضي تقولي بناقص ولا هادي. بالعكس الا عندك الماكينة فيها هاد الشروط هذا كاملين راك عاد تعلمي الترسان وعاد تخدمي فيها مزيان ومع العزيمة ديالك. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وتبارك. ما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو صحاباتكم اللي كيبغيني تا هما يتعلموا، اللي عندهم المواكن في الدار وعام محطوطين، كل ما نوضوا خدموا على راسكم، نوضوا تعلموا، نوضوا خدموا على راسكم. هاد الخدمه راه زوينه، راه شريفه، فيها ما يدار، الحمد لله الانسان كياكل ويشرب فيها الحمد لله على كل حال. ومعده الماكينه في الدار عام محطوطه عام باشيه ضايعه، نوض تعلم، راه كاين ما يدار، كاينه الخدمه تجيب النهيار ديالك في الدار ديالك بخير وعلى خير. وتحيات للجميع، قناه فصل الخياطه كتمنى من تتمنى لكم الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.